اخر تطورات هو انه يوم السبت الماضي تم تقريب المتهمين وتم احضار الشهود تاعهم امام النيابه العامه، تم الاستماع للمتهمين لدى الاستنطاق ديالهم من طرف النيابه العامه. كل اعتراف ديال محسن بكل يعني ما حاولش ينكر ورجع الامور الحسابات السابقه، كانت نزاعات سابقه وبقى كل واحد كيكل الاخر العداوه، بقات عداوه بيناتهم. نهار وقوع الجريمه يوم الثلاثاء كان حضر الضحيه رفقه المتهم، رفقه المتهم الصديق ديالو زكريا افرم، وكان وقع واحد الشنآن مع المتهم وتبادلوا الضرب والجرح بالسلاح الابيض، واللي كان تصاب تصابوا جوج، اللي تصاب محسن وتصاب زهير وتصاب ايضا الرفيق ديال سميتو زهير، كان معاه الرفيق ديالو اللي هو زكريا افرم، هذا تلقى ضربه وضرب حتى هو ولكن فر هرب، وبقى سميتو الضاحيه رفقات في صراع مع محسن ومع الرفيق ديالو الصالحي الحبيب. الفيديوهات اللي تم تقديمها رفقات المحضر كتوثق الاعتداء لا من طرف المحسن ولا من طرف سميتو الرفيق ديالو اللي هو الصالحي. النيابه العامه ارتأت ان ما تتابعش باقي الاشخاص اللي وثقوا الجريمه واللي كانوا حاضروا بهاي المكان، ارتأت انها تكتفي بانهم يكونوا شهود في القضيه. تقريبا هما سبعة الاشخاص كتبوا بانه غادي يتصنتوا لهم كشهود في القضيه اللي حضروا سميتو. حاليا السيد قاضي التحقيق نهار السبت كان باش ينتقم، ولكن الجميع يعني بثلاثه طلبوا واحد مهله على حسب باش ربما كانوا في واحد الحاله نفسيه ماشي هي هذيك. فارتأى السيد قاضي التحقيق انه يوخر الملف ليوم الاثنين 24 ابريل على حساب اليوم انه باش يستنطقهم ابتدائيا، ومن بعد راه التحقيق غادي ياخذ المجرى ديالو، راه غادي يستابعوا المتهمين استنطاق ابتدائي واستنطاق تفصيلي، وغادي يتصنتوا للشهود حتى هما في محاضر قانونيه، ومن بعد راه غادي السيد قاضي التحقيق حسب ظروف القضيه والملابسات ديالها والفيديوهات وداكشي راه غادي يدير واحد القرار اللي هو امر بالاحاله، وغادي نشوفوا واش غادي المتابعه اللي دار الوكيل العام وطلبوا الاجراء التحقيق بشانها هي القتل العام مع سبق الاصرار والترصد وحمل السلاح في ظروف مشانيه تهديد حياه الاشخاص والاموال والضرب والجرح بسلاح في حق امراه بالنسبه للمحسن وايضا بالنسبه اللي كان معاه. بالنسبه لزكريا افرم راه توبع من اجل محاوله القتل العام لانه كان جرب بالسكين تاعو ضرب المتهم محسن، راه توبع حتى هو من اجل محاوله القتل العام مع سبق اصرار الترصد، حتى هو من اجل حمل السلاح ضروب مشانيه تهديد حياه الاشخاص والاموال. اذا التحقيق راه غادي ياخذ المجرى ديالو وسيتم الاستماع اليهم كشهود، ما بين اما انه غادي يدير لهم القتل العام مع سبق اصرار الترصد محاوله القتل العام راه تصل العقوبه حتى للاعدام، واما الا دار لهم الضرب والجرح المفضي الضرب والجرح بالسلاح المفضي الى الموت راه العقوبه قد تصل الى المؤبد. والفيديوهات راه كتوثق بانه الوكيل العام يديرها في المستقبل لانه ربما ما دارش تشويج جثة، ما كاينه الفيديو كيوثقها ولكن ما دارتش تشويج جثة والتنكيل بها، ما دارتش في المتابعه. دابا حنا كنتعاملوا بوسائل الاثبات، الشرطه كتعامل بوسائل الاثبات، النيابه العامه كتعامل بوسائل الاثبات، وقاضي التحقيق حتى هو كيتعامل مع وسائل الاثبات، ما يتم الترويج له كتبقى مجرد تكهنات. الفيديوهات توثق شكون اللي ضرب، الفيديوهات توثق شكون اللي اعتدى، والفيديوهات توثق شكون اللي كان حاضر بعين المكان، وبالاضافه الى تصريحات المتهمين انفسهم. اما بالنسبه للاشخاص الاخرين كنا كنسمعوا ثلاثه الاشخاص، كنا كنسمعوا واحد ضرب بالكيلو، ولكن ملي طلعنا على المحضر ما كاينش هادشي. وباش كاينين تهديدات ولا ما كايناش بعد جريمه القتل كمحامي ما نقدروش نعرفوها. بطبيعه الحال الضغينه كاينه منذ القدم. وزادت اتفاق من دابا بعد جريمه القتل، وعلى حسب الهضره ديال محسن كيقول سبب هادشي كلشي هو اخته، هو اخت الضحيه.
وراه كانت منذ سنوات كان الضحيه وكانوا تقدموا فيها المحكمه وكانوا اعتقلوا، وطبيعة الحالة الضغينة غادي تبقى بعد جريمة القتل. السبب هي تيذكر سميتو المتهم حسين، ولا بالنسبة لباقي الأطراف كيقولوا ودي بالنسبة للأخت أنه كان اغتصبها هذا حسين اللي كانت قاصرة، وبقات الضغينة بيناتهم آنذاك، يكون استنطاق ابتدائي، ومن بعد قضية التحقيق راه هو اللي غادي يحدد الاستنطاق التفصيلي، وهو اللي غادي يحدد التاريخ الاجتماعي للشهود، ومن بعد غادي يستكمل التحقيق ديالو، راه هو اللي غادي يبقى ليه القرار ديالو، اما الاحاله من اجل قتل عبد الناصر ويسر الترسل، واما الضرب وجرح المفضي الى الموت واستعمال السلاح الى اخره. وهذا كيبقى حسب البحث اللي غادي يقوم به، التحقيق اللي غادي يقوم به هو اللي غادي